حبيبي حنا أريد منك شغلة، أريد باقة ورد مرتبة. يعني شلون باقة الورد المرتبة؟ يعني معاصرة. شلون أشرح لك يعني؟ هسه لا تشرح لي. بلي راح أختصر لك. تقدر تقول لي شنو المناسبة حتى أقدر أساعدك؟ المناسبة حقيقة صار إعجاب بيني وبين وحدة. حقيقة هي عراقية، بس وين عايشة؟ برا بالأجانب. فأريد يعني مثل هيك ورد، أريد من تشتمها هي ريحتها تطير تطير من عندها، تطير تطير. صار حبيب هاي العين وهاي العين حبيبي. تأمرني لحظات لحظات، أخذ لحظات. ماكو أحد منا منا. وهاي باقه الورد. شنو قصتك بالحلو هاي؟ هلا بيك. شلونك عمو بشار؟ شلون احوالك؟ اغاتي الله يخليك، مشتاق لك هواي، مشتاق لك انا. صحتك شلون صارت؟ والله الحمد لله رب العالمين. ماخذ ورد لقبر المرحومه الوالده. الف رحمه ونور على روحه ونعم منك عمو. الله يخليك. انا هم جايب شغل والله. هي ليش لا؟ هالايام الحكومه كلها شغلها بالورد. ليش؟ لان حكومه رومانسيه، رومانسيه الحكومه. يا ابو انت تطي الحصوه بالقصه عمو بشار. لا 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 لا، انا ما انطي الحصوه بالقصه، لا انا انطي الورد للحكومه. نعم منك برصتكم. نعم أنا, انا انا اروح للقبر الوالده، قاعد ينتظروني انا. شيلها عبود، حكومه رومانسيه، حكومه رومانسيه. شلونك عمو بشار؟ شلونك انت؟ اخبارك؟ الله يسلمك عم حنا. انا بخدمتك. امر خدمه. هذا المحل بيه خدمه توصيل؟ اي بيه خدمه توصيل. صباح الخير. صباح النور. عيادة الدكتورة وهيبة؟ اي نعم تفضل. هذا الورد للآنسة أسرع عبدالهم. اي آني؟ اي يعني. من منو؟ ما أعرف. طيب شكرا. مع السلامة. مع السلامة. إسراء أنتظر ردك على أحر من الجمر.